يشهد مطار عدن الدولي تحسنا ملحوظا بإعادة تأهيل المطار وإبرازه من أجل إعادة تشغيله، حيث تجرى التحضيرات من أجل قدوم العام الميلادي الجديد 2018 الذي من خلاله سيشهد المطار نقلة نوعية جديدة من خلال ما تقدمه الحكومة من دعم مع التحالف لتنظيم وترتيب عملية سير الرحلات التي من خلالها تعمل على التخفيف من معاناة المسافرين. هذا وقد تحدث الأخ طارق عبد علي أحمد مدير عام مطار عدن الدولي بحديث قال فيه: هناك خطوات جادة سواء كانت من الحكومة أو سواء كانت من الأخوة في التحالف والهيئة العامة للطيران المدني بتقديم العديد من المشاريع حتى تنهض بمستوى ورفع المطار. فخطتنا للعام القادم بإذن الله تعالى هناك متابعة حثيثة سواء كانت من الهيئة العامة للطيران المدني أو وزارة النقل بزيادة عدد الرحلات. هناك في شركات قدمت، طبعا شركات وطنية قدمت للتشغيل والآن هي تحت الدراسة في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب هناك الأخوة في الحكومة قدمت مشاريع وهي الآن تحت التنفيذ. هناك مشروع المد الكيبل الكهربائي للمطار وهو في فترة في المرحلة الأخيرة تقريبا، فاضل لها يمكن حدود 10 أيام أسبوعين بالكثير وبينتهي المشروع. هناك مشروع المياه قد تم تقريبا 50%، وهذه مشاريع قدمتها الحكومة بحدود بتقريبا بمبلغ 186 مليون طبعا الرقم التقريبي. هناك الحكومة كمان قدمت دعم للمطار بشراء سيارتين إطفاء، طبعا المشروع هذا الآن قد تم الاتفاق معه والاتفاق مع الشركة بتزويد المطار بسيارتين إطفاء. مشروع آخر واللي هو كمان تعزيز المطار، طبعا هذا بتمويل حكومي، بتعزيز المطار ب4 أجهزة أمنية طبعا، وتم الاتفاق وهو في طور التجهيز يعني خلال 3 أشهر القادمة بإذن الله. المشروع الكبير الآخر واللي هو تصفية كافة المخلفات القديمة والحديثة الموجودة في المطار بشكل كامل وإبعاد كافة آثار الحرب. على ذات الصعيد، أوضح الأخ عبد الله صالح الشاعري مدير عام المنطقة بمحافظة عدن أن فروع مكاتب اليمنية تعمل من أجل تنظيم وترتيب الرحلات التي من خلالها تعمل على مساعدة وتنظيم الرحلات للمسافرين. تعرضت كثير من المنشآت التابعة للشركة للتدمير، فعدنا نشاط فتح مكتب المعلق وإعادة تأهيل وتأثيث وترميم المكاتب، فتح مكتب البريقة، طبعا فتح مكتب المطار، وكما تشاهدون المطار هذا جزء من النشاط اللي نقدمه. طبعا الشركة وأصول الشركة تعرضت للتدمير كامل شبه كلي خصوصا المعدات الأرضية، دمرت التدمير كامل، ولكن الأخوان في التحالف قدموا لنا بعض الدعم والمساعدة لتزويدنا بعض القطع يعني التي استطعنا أن نمارس نشاطنا لاستقبال الرحلات اليمنية والرحلات الهلال الأحمر ورحلات الأمم المتحدة للإغاثة. طبعا في صعوبات جمع ولكن بدأنا نتغلب عليها، فاليوم اختلف عن الأمس، نحن اليوم في ظرف أفضل من السابق. احنا في طور البناء وإعادة تأهيل مبنى الصيانة والتموين في مطار عدن. هناك تعاون مع الأخوان في التحالف ونطلب منهم أن يتعاون معنا أكثر. احنا الآن تقدمنا بطلب سياسة فتح الأجواء أن تكون من 6 صباحا حتى 8 مساء. نشكرهم مرة أخرى، والآن في حوار معهم على أساس أن نضيف رحلة ثالثة من 4 إلى 3 رحلات في اليوم. الحالات المرضية المستعصية، الجرحى، نحن الآن في معنا تنسيق مع مندوب الجرحى، يمكن نقلنا أكثر 250 جريح خلال شهر نوفمبر وديسمبر.